أنا فتاة أديت فريضة الحج هذه السنة والحمد لله، وما يشغل بالي هو أنني في يوم النحر ذهبنا إلى رمي الجمار سيرا على الأقدام من منى إلى الجمار ومن الجمار إلى الحرم الشريف، وكنت مرتدية كوارب بدون نعلين، وأثناء سيرنا كانت الشوارع متسخة وفيها مياه ونحن لا نستطيع الابتعاد عن الأماكن المتسخة من شدة الزحام. ولما وصلنا إلى الحرم دخلت الحرم والجوارب متبللة ولا أستطيع خلعها لأنها من لباس الإحرام، فدخلت الحرم وطفت وسعيت وهي نجسة، وأنا لا أدري هل حجي صحيح؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. حجها صحيح، والماء الذي تطأه بقدمها إذا لم تتيقن نجاسته فالأصل فيه الطهارة، ولا فرق في هذا بين أن يكون الماء كما ذكرت إما يضطر الإنسان إلى خوضه أو في أماكن الساعة، فإن الماء الذي لا يعلم الإنسان نجاسته ولا يتيقنها حكمه أنه طاهر، لا ينجس ثوبه ولا ينجس نعله ولا شيء أبدا. وأما قولها إنها لم تخلعها لأنها من لباس إحرام، فلعلها تعتقد كما يعتقد كثير من الناس أن من أحرم بثوب لا يمكنه أن يخلعه، وهذا ليس بصحيح، فإن المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام سواء لحاجة أم لغير حاجة. نعم. إذا غيرها إلى ما يجوز لبسه حال الإحرام. نعم. وأما ما اشتهر عند العامة أنه لا يغيرها فهذا لا أصل له، فلو أن هذه المرأة خلعت هذه الجوارب إذا كانت قلقة منها ثم لبست جوارب نظيفة لم يكن عليها في ذلك بأس.